السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مصنع مكائن حفارات آبار المياه باشاك دريلينج. اليوم ما زلنا مستمرين في صناعة 4 مكائن حفر باستطاعات 600 إلى 800 متر. سيتم شحن منها إلى دولة المغرب وإلى السودان إن شاء الله. Hello everybody from Bashak Drilling Company. We're producing a water well drilling rig machines. هذه الماكينة قيد التحضير وباقي القليل حتى تكون جاهزة. الآن يقومون بتجهيزات الطلاء عليها.
والله ما في تيك توك، والله ما تشوف تيك توك من عندنا يوقف على راسك. الله المستعان، اين تيك توك برمضان؟ تيك توك برمضان؟ بعد الصيف ان شاء الله بزين. هنا يتم تصنيع الروتري، preparing grocery table. هنا تصنيع الرافعة، علبة الجنازير.
Thank you.